السلام الله عليكم. المستمعة بولغيثي رشيدة من الجزائر بعثت ثلاثة أسئلة، تقول في أولها: ماذا يجب على الإنسان الذي ارتكب خطأ في الصلاة من غير قصد؟ في فصلاة الظهر 4 ركعات وهو صلىها 5 ركعات، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ إذا زاد في الصلاة شيئا من جنسها، أن زاد ركعة خامسة في الرباعية ساهيا، إن صلاته صحيحة، ولكن عليه أن يسجد للسهو عن هذه الزيادة. يجب عليه أن يسجد للسهو عن هذه الزيادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.